القطاع الخاص ده في حاجات كتير قوي، في بنود كتير قوي جنب الصناعة وجنب التجارة وجنب الزراعة والكلام ده كله. في ناس بتشتكي طبعا. نتكلم بصراحة طبعا. نتكلم بصراحة طبعا. يعني تعالى مثلا الفئة بتاعت الدكاترة، احنا عندنا اشطر دكاترة في العالم بيطلعوا لندن بيسافروا. تعالى نقول الدكاترة اللي ليهم اسامي وفاتحين عيادات خاصة وشغالين نار، وبيجي لهم من الامارات وبيجي لهم من السعودية وبيجي لهم من كل الدنيا، عايزين يجوا عندكم، سواء دكاترة تجميل سواء دكاترة عظام سواء دكاترة، عندنا دكاترة عظيمة جدا. الناس دي بتشتكي، بيقولوا الضرايب عالية جدا، بيقولوا هيئة الدواء لما بتجيلنا في أي وقت من الأوقات لو لقيت عندي مرهم زيادة للبنج يقول لي عايز يعمل لي مخالفة. يعني ما احنا الناس دي برضو، ما دول دي ثروة بتاعتنا، ما الناس دي بتدخل فلوس للبلد، ما الناس دي وجودها مهم، طب ما أنا لازم أحافظ عليهم. أحافظ عليهم إزاي؟ نمرة واحد، في قانون ولكن في روح القانون. تمام. روح القانون هي اللي بتساعد دايما على المضي قدما إلى الأمام. ماشي. في ناس بتخليك تطفشي، في خاصة في موضوع الاستثمارات، في موضوع العسف اللي بيتم أحيانا في التعامل مع المستثمر أو مع الشخص اللي ليه مهنة معينة زي الطبيب زي غيره زي غيره زي غيره. النهارده أعداد كبيرة جدا من الأطباء بتسافر لندن. ليه؟ ضعف الإمكانيات، مش قادر، يعني مرتبه محدود، ودي سياسة للأسف طبعا مطلوب تتغير. في فئات بعينها لازم نديها على أقل ما يساعدها على العيش بكرامة، ده واحد. نمرة اتنين، السيد الرئيس بقى هو رئيس الهيئة المجلس الأعلى للاستثمار، وعملنا قانون استثمار، وعملنا بيئة تشريعية كويسة، وعملنا بيئة تحتية كويسة. طب ناقص إيه؟ طب ليه المستثمرين ما بيجولناش؟ ليه بيروحوا لبلاد تانية؟ ايه الميزات النسبيه اللي بياخدوها في البلاد حاجتهم التانية؟ حاجتهم ما بتخلصش بسرعه. بالظبط، حاجتهم ما بتخلصش. الرئيس قال نعمل الرخصه الذهبيه، صح؟ كم حد خد الرخصه الذهبيه؟ 30 40 مثلا. ليه؟ ما لازم نفتح الباب بشكل اوسع، لازم نفتح الباب امام الاستثمار العربي والاجنبي بما يساعد على جذب هذا الاستثمار وليس طرده. فلننسف هذا الروتين، ولننسف حمامك القديم، ونقضي على جمهورية صغار الموظفين اللي بتفرمل اي حد واللي بتتعب اي حد واللي بتطفش اي حد. يعني يبقى الوزير عايزك تعمل، تنزل تحت ما تعرفش تعمل، فتضطر تطفش وتضطر تمشي وتضطر تقول اي ومحدش يسمعك. فلازم يبقى في يد حديدية بتنفذ القوانين بروح القانون، اللي يساعد على الاستثمار مش اللي يطفش المستثمر. مش تفلس شركة سياحة عالمية، ها، اللي هي شركة سميح سيورس اللي افلست في اليومين سويرس، ها، وتبقى الفنادق في مصر هنا لها 429 مليون دولار ومش عارفة تعمل حاجة، مش عارفة تاخد الفلوس، مش عارفة تاخد الفلوس. وقس على ذلك فنادق، الفنادق دي ممكن تفلس. طب ازاي انا اضمن؟ ازاي انا كدولة أراقب كل الشركات اللي بتيجي عشان العمالة المصرية ولا عشان الاستثمار داخل مصر أو غيره أو غيره؟ إزاي أمنع إن بعض الشركات تضحك على الناس وتضحك على الدولة وتتهرب من الضرائب بطريقة أو بأخرى؟ وقس على ذلك. ده كله محتاج منظومة كاملة. أتمنى في الفترة القادمة في الاستراتيجية القادمة إن احنا نوصل للناس ولعمق المشاكل. مجموعة من الدكاترة كده كنت قاعدة معاهم، الناس الشاطره جدا اللي اساميهم كبيره يعني في مصر، اشتكوا شكوى غريبه جدا. قال لي هيئه الدواء لما بتجي لنا العياده لو لقيت حاجه زياده عندي عايز دي مخالفه. يعني الحاجات دي احنا امتى هنتخلص منها؟ طبعا ما انا قلت كلمه عجبتني قوي، صغار الموظفين. دي ثقافه الموظفين. هنتخلص منها امتى؟ امتى هنتخلص منها؟ امتى هيكون في وقفه حقيقيه؟ انا متضامن معاكي في نفس السؤال وبوجهها للدكتور مصطفى مدبولي دلوقتي، وبقول له بالفعل الفترة القادمة هي فترة نسف كل المشاكل دي عشان بلدنا تطلع لقدام، عشان ننفذ الاستراتيجية اللي بيقول عليها الرئيس، عشان القوانين واللي بنصدرها في مجلس النواب ما تفرغش من مضمونها. يا جماعة ما ينفعش ان بلدان اخرى وبلدان شقيقة نقدرها ونحترمها فجأة تبقى استثماراتها بعشرات ومئات المليارات، وانا حجم الاستثمار عندي تحت 10 مليار. في ايه؟ دي مصر،
فيها كل ميزه نسبيه. وانا عندي رجال اعمال عظيمه. عندي قاعده من رجال الاعمال مش قليلين. عندي. طب انا بيطفشوا ليه يروحوا الامارات يروحوا هنا ويروحوا ما انا مش عايزاهم بقى يطفشوا بقى. من حقهم انهم يستثمروا، انا ما بقولهمش حاجه. استثمار، بص في الامارات والسعوديه المجال خصب جدا للاستثمار. والجو صحي. وقضوا على كل الروتين. والجو صحي. وبيديك اعفاءات وميزات غير عاديه. طبعا. في البلدين دول بالذات. طبعا. انا عايز انقل التجربه دي عندي. هننقلها ازاي؟ ايه اللي المفروض نعمله؟ بالاراده.